بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة الليلة قداسة دم الحسين عليه السلام في مصادر مدرسة الصحابة. يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله. مرحبا سماحة السيد. قد يسأل السادة المشاهدين الكرام يقولون: ما وجه ارتباط هذا البحث بمعالم الإسلام الأموي؟ أنتم تتحدثون عن معالم الإسلام الأموي، نعم، فهل لي هذا الموضوع ربط ب... نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وحده. في المقدمة بودي أن أشير بأنه هذا البحث إنما عرضت له لسبب بسيط جدا، وهو أننا عندما نراجع الاتجاه الأموي بشكل عام والنهج الأموي بشكل عام، نجد أنه يحاول أن يقلل من قيمة الحادثة والواقعة التي وقعت في كربلاء، نعم، وبالخصوص لا يريد أن يعطي بعدا أساسيا للدم الذي أريق في كربلاء من سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، وبطبيعة الحال يحاول أن يرتب على ذلك أثر أنه أرض كربلاء والتربة الكربلائية والتربة الحسينية أيضا ليست لها تلك القيمة التي يحاول أتباع مدرسة أهل البيت أن يعطوا قيمة لهذه التربة ولهذه الأرض بقصدها وزيارتها وشمها وإلى غير ذلك. بل أكثر من ذلك، نجد أنهم يحاولون أن يفضلوا عليها. ماذا يفضلوا؟ يفضلوا عليها دم عمر بن سعد الذي قتل، يقولون أن قتله كان أعظم من قتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أنه القاتل الأول. نعم نعم نعم. هسه قد يستغرب المشاهد في هذه، ولكنه سأقرأ النصوص له من الاتجاه الأموي ليبين لتتبين له هذه الحقيقة. الحقيقة التي نريد أن نقف عندها هو أن هؤلاء يحاولوا أن يقللوا قيمة الحركة الحسينية والنهضة الحسينية، لا في زمان وقوعها فقط بل على مر التاريخ وإلى يومنا هذا. وأنا أتصور أن المشاهد الكريم يكفي أن ينظر بنظرة عابرة إلى جملة من الفضائيات التي تنتسب إلى الاتجاه الأموي ليجد أن هناك تركيز على الشعائر. ماذا؟ على الشعائر الحسينية، وعلى قضية الارتباط بالنهضة الحسينية، وعلى قضية الارتباط بالحسين وبدم الحسين والبكاء على الحسين، وعلى قضية الارتباط بتربة الحسين والتربة الحسينية. أنا أتصور أن القضية واضحة لمن يراجع ولمن ينظر إلى هذه الفضائيات. ولذا ارتباط هذا البحث ببحثنا السابق، وهو أو ما هو موضوع بحثنا، وهو معالم الإسلام الأموي، نريد أن نقول للمشاهد الكريم أن قضية الحسين ليست هي قضية ابتدعها الشيعة، ليست القضية الحسينية من ابتداعات ومن أمور التي ابتدعتها مدرسة أهل البيت وأتباع وشيعة مدرسة أهل البيت، وإنما القضية الحسينية والدم الحسيني والتربة الحسينية من الأمور التي اهتم بها الوحي الإلهي، من الأمور التي اهتم بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سيد الأنبياء والمرسلين، من القضايا التي بكى عندها الإمام، بكى عندها الرسول الأعظم، من الأمور التي وقف عندها النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الآن ما أريد أتكلم عما ورد عن أئمة أهل البيت
البيت في قضية التربة الحسينية وعن دم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما أريد أن أتكلم بالخصوص فيما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وفيما ورد عن الإمام أمير المؤمنين، عن الإمام علي بن أبي طالب، فيما يتعلق بأرض كربلاء والتربة الكربلائية والتربة الحسينية. وهنا لا بد أن لا يخلط المشاهد الكريم من أقول التربة، مو مراد ذلك القطعة من التراب التي نسجد عليها، لا، مرادي أرض كربلاء. التربة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، يعني أن نأخذ قطعة منها ونصلي عليها. ذاك له حديث آخر الآن ليس محل بحثي هذا. وهنا نريد أن نقول بأنه نحن نهتم بذلك لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله اهتم بذلك. نحن نقدس ونتبرك بهذه التربة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى قيمة خاصة وخصوصية خاصة لهذه التربة لم نعهدها في أي تربة وفي أي أرض وفي أي دم من دماء الأنبياء والأوصياء جميعا. هذه هي القضية المركزية التي أريد أن أطرحها. أما لماذا أقول في الاتجاه الأموي يحاول أنه يضعف هذا، يقلل من أهمية هذا؟ خير شاهد على ما أقول انظروا ماذا يقول الشيخ ابن تيمية، ما يصطلحون عليه بشيخ الإسلام، ويقولون أنه محب لعلي ولأهل بيت علي. انظروا ماذا يقول في منهاج السنة المجلد الثالث لابن تيمية، بودي أنه تخرج على الشاشة، منهاج السنة النبوية التي هي تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، الطبعة الثانية منها طبع على نفقة كذا 1411 من الهجرة 1991 ميلادية بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية. هناك في صفحة 70 من هذا الكتاب انظروا ماذا يقول، انظروا ماذا يقول هذا الإنسان حتى يتضح لجميع المشاهدين بل للمسلمين بل لأتباع ابن تيمية الذي يعتقدون أنه يحب أهل البيت ومن أهل البيت الحسين بلا شك، يعني صبط رسول الله، يعني ريحانة رسول الله، يعني أهل سيد شباب أهل الجنة، يعني الواحد من أصحاب الكساء الذين هم أهل البيت وغير ذلك. انظروا ماذا يقول، يقول: ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية. شوفوا كيف يقلل القضية. إذن الذين قاتلوا الحسين كانوا ماذا؟ سرية، قليل. سرية، يعني 100 نفر، 200 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 300 نفر، وليس الجيش كامل ابتعثه ابن زياد بأمر يزيد لمقاتلة من؟ الحسين، لمقاتلة الحسين. انظروا، قلت لكم بهذا الأسلوب أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين يقبل أنه قاتل من؟ قاتل سبط رسول الله، قاتل ريحانة رسول الله، قاتل سيد شباب أمير القتلة، هو أمير القتلة. التفت، مع ظلمه يقبل أنه كان ظالما، لا يعبر عنه أنه كذا غير ذلك، هو ظلم ليس أكثر، وتقديمه الدنيا على الدين. التفت، لم يصل في المعصية إلى فعل المختار بن أبي عبيد الذي أظهر الانتصار للحسين. يعني معصية المختار أعظم عند الله من معصية من؟ قاتل الحسين. قاتل الحسين. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن دم عمر بن سعد أهم وأعظم وأشرف عند ابن تيمية من ماذا؟ دم الحسين. من دم الحسين. وإلا لماذا يفضل على المختار مثلا؟ لماذا يفضل؟ هذه القضية التي أريد المشاهد الكريم، وأقولها وأقم ملئي أسف وملئي ما أدري وملئي ماذا أقول لا أعلم، أنه واقعا يمكن لأحد أن يكون في ملة الإسلام ويكون في علمكم بعد ذلك سيتضح أنه، وهل يوجد نصب أعلى من النصب الذي يأتي به صدر من عمر بن سعد بعد؟ ما هو معنى النصب؟ أليس معناه أن يبغض عليا وأكثر من القتل بعد، أفضل أكثر من القتل وأكثر مما فعل بالحسين وبأهل بيته؟ لا أريد أن أدخل في التفاصيل،
لا أدخل في التفاصيل. إذا كان يزيد في الشام فهذا قاتل. هذا قاتل بعد هذا ماكو شك. نعم. قد يبرئون يزيد من ماذا؟ من قتل الحسين. أنه بعيد. يقولون لم يكن، لم يأمر بذلك، لم يرضى بذلك. لنا حديث سيأتي. نعم. وهم كاذبون في هذا. طبعا. لأن يزيد هو الذي أمر بذلك. على أي الأحوال؟ يقول لم يصل عمر بن سعد في المعصية إلى فعل المختار بن أبي عبيد. الذي أظهر الانتصار للحسين وقتل قاتله. يعني الذنب المختار في قتل عمر بن سعد وقتلة الحسين ذنبه أعظم من ذنب عمر بن سعد الذي قتل سبط رسول الله، الذي قتل سيد شباب أهل الجنة، الذي قتل واحد من أهل البيت، الذي قتل صحابيا. هذا بعد لا شك عندكم أنه من أجلة الصحابة الحسين بن علي. هذا هو المنطق الذي نحاربه، وهذا هو المنطق الذي أنتم تجدونه الآن على الفضائيات. هذا المنطق الذي يدافع عن الشيخ ابن تيمية، هذا المنطق الذي إلى الآن يقول نحن نحب يزيدا ونحب بني أمية ونحب معاوية وأنهم أصحاب رسول الله وأن معاوية كان كذا وكذا. هذا هو نفس هذا النهج إلى يومنا قائم. ولكن كيف يظهرونه؟ يظهرونه بعنوان أنه هذه بدع وأن رسول الله لم يفعل ذلك، وسيرون أن رسول الله فعل ذلك أو